بأعالي العاصمة وبأحد أرقى أحيائها أقيمت هذه السوق الخيرية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد والمولد النبوي الشريف، مبادرة نظمتها جمعية كاريتاس الدولية التي تحاول التركيز على فكرة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين وكذا مساعدة المحتاجين. الهدف الأول لجمعية كاريتاس الخيرية الدولية هو الاعتراف بكرامة كل شخص ورد الاعتبار له أيا كان هذا الشخص ومساعدته على تقوية شخصيته وتطويرها بهدف تكريس مبدأ العيش في سلام وتقبل الآخر مهما كان دينه أو عرقه أو ثقافته. الهدف من تنظيم سوق لتكريس مبدأ العيش في سلام هو عرض منتوجات الحرفيين الجزائريين القادمين من مختلف ربوع الوطن والترويج لها. ومن جانب آخر هناك هدف القيام بأعمال خيرية بحيث نحاول مساعدة الأشخاص المحتاجين. العديد من العارضين الجزائريين والأجانب تجاوبوا مع الفكرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي روجت لها. هؤلاء العارضين الذين قدموا من مختلف ربوع الوطن طرحوا العديد من المعروضات على غرار المنتجات اليدوية والتقليدية التي ترمز لعادات وتقاليد بعض المناطق من الوطن. في حاجة جديدة وحاجة مليحة للجزائر باسكو كاين تبادلات ثقافية ما بين الأجانب والجزائريين. الجزائر بلدي، الآن أصبح لدي بلدان، الجزائر وأوكرانيا. أعتقد أن تنظيم سوق الميلاد والمولد النبوي في آن واحد هي فكرة ممتازة. إقامة السوق كان مناسبة لجمع بعض التبرعات، كما خصصت نسبة من عائدات بيع المنتجات المعروضة لفائدة المحتاجين والمهاجرين الأفارقة، وكانت فرصة للزائرين من الجالية المسيحية المقيمة في أرض الوطن لاقتناء مستلزماتها للاحتفال بعيد الميلاد وبرأس السنة الميلادية. أعتقد أنه أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا كأجانب، نريد أن نتعرف على الثقافة وكل ما هو متعلق بالعادات والتقاليد، وإذا تم تنظيم نشاطات أخرى مماثلة فالأمر يهمني وسأتي في كل مرة. تظاهرة خيرية تهدف إلى تكريس مبدأ العيش بسلام بين مختلف الديانات، مبدأ تبنته الجزائر كمظهر من مظاهر الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد.